واحد واحد وما يحبسون كثير. عندنا ثلاثة يكفي. لان عندي باودر مالهم هذا مع بلا لحم ورز كوب كامل. الرز مالنا مع دايتك طبعا كالرز والقطة وكوب ماي ثوم وبصل ورز وشوية مالي غارليك. هذا أي نوع صوص توميتو عندكم. معلقتين كبار ليمون دوسي طبعا هذا يحب الهيل لا تنسون الهيل حيث طيب لي. 7 بهارات كمون دبس الرمان عندي بعد شوية عليه بهذا راح استعمل نصه على الجذر حتى يسوي حيط طيب. هذا اطيب من الدهن طبعا حيط طيب. هذا زبدة اي نوع زبدة عندكم راح اخذ نصه معكم كثير. هذا كلش كفاية حتى لا يسوي جرال. هذا كلش كفاية. فلفل اسود ما راح احط عليه لان فلفل اسود ما هبدا بيوت معه. هذا مع الفلفل الأحمر. شوية دهن. 3 معالق ملح الدهن. دوري ملح. انتو الملح اللي تحبوا هذا كثير. انا حب يعني ما حب الملح. هذا كله ليش بحاجة. هذا الحشو صار. هذا الساعة سوي ظل أكثر من ساعة بلا ماي بلا شيء. من أريد أفور أحط بيه شوية ماي لأن بيها زبدة هي طيبة تطلع. هذا ماي ماله منخص وفش فوره. ان شاء الله كله اسوي نفس الطريقة واشوف. طلعنا اشوف خليت بيان شوي الزبدة بيان هي الحلة فيت. ساعة راح اخلي بيها كوب ماي. خلي بيه كوب ماي وخلي بيه شوية بهارات وخلي ظل ساعة كامل بالماي وبالبهارات. شوفوا شلون ايش قد حلو لفيته لفيته بهذا. بعدين اخلي الطاوة بجدر بشمل حبة تستوي اكثر شي يعني حبة طاوة بس لان هذا مالي سويته بدل هاي. إذا يظل بالماي ساعة نص ساعة مع البهارات مع شيء تريدون تحطون به مع ليمون دوسي حيط طيب مع دبس الرمان حيط طيب.
خليه ينتظر ساعة وربع ساعة، خليه على نار هادئة يستوي على كيفه. هذا بدل اللحم بلا هاي اسمه، من يستوي قبل ما اطفيه بدقيقتين اخلي بيه شوية زيت الزيتون واطفيه. هذا كاري ما حطيت بيه فلفل اسود حتى لا ينطيها على سوا. عندي نصفه هذا الاسموش شوفتكم هو، لان هذا الرز ما اريد احط معه. عندي ماجي واحد ومعجون ماي فلفل احمر، اي معجون عندكم. وراح اخلي بيه كوب كامل ماي، راح اخليه ينتظر ساعة. طبعا انتو ملح اذا تريدونه، لان ما احب الملح، لان هذا عريش انا بنتظر بالملح 6 ساعات يكفي. هذا راح اغطي، راح اخليها بس ساعة كاملة ورا ساعة من يفور قبل ما اطفي. اخلي بيه اسمه 3 معالق زيت الزيتون، لان اول ما اسمه يمكن شفت حطيت فيها شوية دهن مع اسمه دهن العادي اللي نستعمله احنا، وخليت بيه شوية زبدة. ومن يستوي قبل ما اطفي حط بيه شوية زيت الزيتون، وان شاء الله اشوفكم هو. ومن اخلي على النار راح اخلي على نار هادئة 2-3 من يفور اسمه، انصي على نار حيل حيل هذا حتى يستوي زين ويطلع ما يابس. ان شاء الله اشوفكم هو. شكرا. بسم الله. هاي العريش العنب سويتها. طبعا عريش العنب يحب الليمون كل مرة. Okay. Now, kitchenware is on the food floor. Yes, woman apparel is on the second. Do you have my produce on there? Clothing. What's the clothing? Don't say hair. Okay. Apparel's in. Okay. Makeup and perfume.